رغبات حول البناء الثقافي والحضاري، وهو موضوع مختار لهذه الدورة في إطار سؤال أساسي هو علاقة العلوم الإنسانية والاجتماعية بهذا البناء الحضاري والثقافي، ولعله سؤال إشكالي يمكن صياغته بطريقة أخرى: ما مدى مساهمة العلوم الإنسانية والاجتماعية بمختلف التخصصات في هذا البناء الحضاري والثقافي، باعتبار أن الثقافة أحيانا تتداخل مع الحضارة والعكس بالعكس. ومن ثم أصفر هذا المؤتمر على مجموعة كثيرة من المداخلات، وكما تلاحظين مجموعة كبيرة من الجلسات على امتداد عامين من خلال تدخلات عديدة، وكل واحد سيحاول أن يجيب عن هذا السؤال. ولقد أجاب عنه مجموعة من الفلاسفة، بل وحتى الأدباء وعلماء الناس وعلماء الاجتماع وما إلى ذلك. المؤتمر من جهة أخرى يفتح المجال لجائزة، ويشكل لجنة علمية متعددة الاختصاصات، ودوري أنا هو التنسيق بين أعضاء هذه اللجنة، حيث تعطى لها مقالات للتحكيم بدون أن نظهر أسماء المتدخلين، حتى نضمن نوعا من النزاهة الفكرية والموضوعية في اختيار الفائز أو الفائزين. وبالفعل وزعنا هذه المهمة على مجموعة من الباحثين في مختلف الكليات المغربية والذين أدلوا بدلوهم، ولقد قامت اللجنة العلمية بفرز الأصوات وبترتيب الفائزين، حيث سنعلن غدا على الفائز. إذن دوري هو هذه اللجنة العلمية، يعني كل ما يتعلق بالمداخلات والمقالات بطريقة أخرى في كتابي، ثم رئاسة بعض الجلسات باعتبار هذه الوظيفة التي أشغلها في مؤسسة مقاربات إلى جانب رئيسها الصديق جمال بوطيب. التحيات. أستاذة حنان مراكشي، مشاركة في المؤتمر الدولي السنوي لمؤسسة مقاربات. بهذه المناسبة أولا أشكر القائمين على هذا المؤتمر، خاصة رئيسه الدكتور جمال بوطيب وكل أعضاء اللجنة التنظيمية. أنا مشاركة في الجلسة المسائية الأولى بمداخلتين بعنوان شعرية العدول أو الانزياح، تمرد على سلطة اللغة أم سمون بها إلى الإبداع. تدور مداخلتي حول وجهين أساسيين للغة، وأولا سلطة اللغة اعتبارا على أنها خاضعة لقوانين وضوابط معينة موضوعة في الأساس، ثم العدول كسمة أسلوبية يسمو بها إلى درجة الفنية والإبداع، من خلال مجموعة من الإجراءات الأسلوبية التي تم وضعها من خلال النحاة واللغويين العرب أساسا، مادام أن لهم باع في هذا المجال، ثم أيضا التغيرات والتطورات التي تخضع لها اللغة على مر العصور والسنين.